بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع ليلة القدر وفضائلها. ليلة القدر تعني المغفرة. قال عليه السلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن قامها إيمانا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر تعني قبول الأعمال يتقبلها الله من الناس العاديين، من الذين معلوماتهم عن الدين بسيطة وتدينهم قليل، يقبلهم الله بنقاء قلبهم وحبهم وإخلاصهم. إنه يقبل قراءتهم من القرآن لو صفحة بخشوع وحب لله رب العالمين. ليلة القدر تعني العتق من النار، أي لا يدخل النار أبدا. فتخيل كم تكون فرحتك أن الله كتب اسمك في هذه الليلة بعدم دخول النار. ليلة القدر إنها غالية عند الله سبحانه وتعالى، ومهما تخيلناها لا نستطيع أن نعرف كم هي غالية عند الله سبحانه وتعالى. ليلة القدر سميت بهذا الاسم لأن مقامها وقدرها كبير، إنها غالية عند الله. ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان، إنها ليلة وترية، وأرجاء الأوتار ليلة 27. قال عليه السلام: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في كل وتر، إنها من المغرب حتى مطلع الفجر. أخفاها الله حتى نقوم بالطاعات وعمل الخير والأعمال الصالحة طوال هذه الأيام، لأن ثوابها عظيم، يرفعنا الله إلى أعلى الدرجات فنكون في أعلى الجنات قريبين من الله سبحانه وتعالى. فيجب التوبة عن الذنوب والأخطاء والدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ماذا أقول في ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إن ليلة القدر إنها إجابة دعاء، إنه دعاء مستجاب، فجهز دعواتك وسبح واستغفر. ليلة القدر إنها ليلة صلح وتوبة مع الله وغسيل للنفس من السيئات، سوف يفرح الله لك. في ليلة القدر بدأ نزول القرآن في هذه الليلة، إنه كلام الله ونزل تدريجيا في 23 سنة حسب الأحداث. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر ترجح كفة الحسنات، فهي أفضل ليالي السنة، لأن العمل فيها خير من العمل في 83 سنة وأربع أشهر. فمن عمل صالحا وقام بالصدقة كأنك تصدقت 83 سنة. لهذا قم بصلة الرحم ونزل الفرح لقلب والديك واستغفر لهما وسبح واستغفر وصلي. قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. وفي هذه الليلة إذا استطعت أن تسامح وتعفو من أساء إليك من الأهل أو الناس فافعل هذا، وإذا لا تستطيع المسامحة لا تحمل لأحد عداوة أو حقد في القلب، انساه واعتبره أنه غير موجود. كان عمر بن الخطاب ليلة القدر يوقف أمام الناس ويقول: أنا سامحتكم كلكم. To keep watching these videos, go to YouTube channel نائل مصيطف.